الغرض اللي بتعطيني اياه بدي شيء الحلو. ما بقى قادر، ما بقى قادر، ما بقى قادر. سكاكين عم تقطع لي جسم. طرني برا، بنترك برا، اعطيني حبه وحده بنترك قد ما بدك برا. كم مره صرت اقول لك وقف برا؟ بس دخيل دخيل اجريك حبه وحده. لما يكون في عالم ما بتفوت لهون، صرت اقول لك 100 مره طور برا. ما بقى قادر، ما قادر. بوس اجريك يا حكيم، ما قادر. بوس اجريك يا حكيم، ما قادر. حبه وحده شو بدي اعمل؟ سكاكين عم تنغل جواتي، سكاكين عم تنغل جواتي. ماخذ ماخذ طرني برا. حبه وحده بس، بس وحده دخيلك. بوس اجريك، روح طرني برا. بوس ايدك، حبه وحده حلوه بس طرني برا. حبة حبة بس واحد، حبة واحد. ما في وين مصاري؟ هي دي صدمة بجد. 5000. شو بتعمل لك 5000؟ إذا ما في مصاري ما في شيء. إذا ما في مصاري ما في شيء. حبة واحدة بس. بعدين كمان بكرة بدفع لك. ما فيش بكرة. أخيلك مش قادر. أخيلك مش قادر. كان واضح جدا على الناس التأثر. يا ترى هيتصرفوا إزاي؟ بس حبة واحدة. روح بعدين. في عالم جرسنا بعدين. حبة واحدة وبفل. روح بعدين. هل درست؟ جسمي حب يتخزق. انت فكرت انه الحبه بتريحها؟ انت فكرت انه الحبه بتريحها؟ هيدي الحبه عم يهمك انه هي بتريحها، هي ما بتريحها حبيبي. هسه رسيك بس انا مجربها بتريحني كثير. حبيبي انت الظاهر بتريحها، كيف اللي بفكر حلو اذا انتحر بيرتاح هو ما بيرتاح؟ الرحمه افعال. انا صعب. تعال والله. حبه واحده. يلا برا. ما بدك تاخذني هون، وقف برا. ما بدي اوقف برا، بس يعطيني الحبة وبظهر. روح. الإنسانية ملهاش دين ولا وطن، دي حاجة لازم تجري في دم كل بني آدم. بسيبي الحقك انت غلط، مش ابنك تحكي بتشوف مين اهله مين مدري مين، اطلب البوليس اطلب وات ايفر. بتعود عليك. أنا شو دخلني من أهله وبأهله؟ بس إيبن دو يعني شو بدنا تجيبهم؟ طرني برا. تخيل إجراك حبة واحدة بس. بيعطيك منه هو؟ فل من هون، فل من هون. تع 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 شو هيدا؟ تع 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 شو هيدا؟ حبة واحدة بس. لا حبيبي ترتاح وخلاص ترجع حبة تانية. فالأولى مش هيك حبيبي، هيك بتأذي حالك يا حبيبي. هن كل الشباب اللي عم يتبعوا هذا الطريق فاكرين هذا ريحتهم، هذا مش ريحتهم، هذا هيدا بيأذي الإنسان، بيأذي عقله. كل هذا ريحته، هذا مش ريحته. خلاص بيتعود، بيصير بيجي دايما يجي بالنات ستوب وخلص. بتلحقك انت الاسم، حسيت كأنه شي بمسمن في الابنة، بدك تعمل شي. دونت ليت مي بي. انت شو بتبيعه انت؟ ماشي ماشي ماشي، مهم ماشي مهم. ما تاخذ شتا ولا عم تاخذ شيء؟ اعطيهم خلي يفل. لا لا ما بصير هيك، انا بسكر الصيدلية كلها بسكرها انا. ده ليه كله فكره انا؟ اعطيتك حبه بتظهر. بظهر بظهر، ما عادش تشوف وجهي. يا عم حبه وحده ما بفل. يعني شو انا صار زيتك بتأذي؟ بعطي حبه بفل. هذا ضميت عندك ضميت؟ هي دي صدمه بجد. كل يوم وللتاني عندنا نفس القصه. كل يوم وللتاني عندنا نفس القصه. بعطي حبه بفل. هذا منطق يعني؟ هذا منطق يعني؟ فيتامينات ماشي مهم. كيف بتعطي حبوب؟ ما قطعت ورقه ولا اعطيتك رسالة. فيتامينات فيتامينات. قول له خذها وروح فين؟ تخيل اجر. هذا لازم يروح على المستشفى بيتعالج. هذا لازم يروح على المستشفى بيتعالج. لو سمحت حبيبي، لو سمحت اسمع مني، انا بعرفك شيء. لا انا خايفان عليك، بس انا عم بنصحك. الشيطان بقول لك هون ريحتك. روح شو اشبه؟ ومن هنا بدا الطوفان. ماشي مهم. لا يا عم ما بصير هيك، ما بصير هيك. هو فيتامينات. لازم تتسكر الصيدلية. شو بدك تقول له؟ فيتامينات ماشي مهم. خلص هات والله هون. اديني اياهم. اديني اياهم. مالك انت حبيت عليك ما بتفهم.